ارتفاع سعر البطاطا لم يؤثر فقط على المواطن، بل حتى أصحاب المطاعم ومحلات الأكل السريع والعينة من أحد المحلات الشعبية بالعاصمة. أنا كنت نشري البطاطا، كنت نشري حتى مشيت ثلاثة، كنت نشري ربعة من ذاك النهارات شغل نخدموا فيهم، سرتو الويكند السبت منه نشري ربعة، دوكا ما نقدرش ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وحتى مولي يبيع البطاطا ما يطيليش. نقول لك حاجة، صرات شغل مشي غير اسمه لاكريز انفسو، علاش طلعت صرات لاكريز، يعطيني زوج، ومن داك شغل يحب يغمني يقول لي يا ودي الله غالب، قال لي شغل لي كليون من كي تحق الماء 4500 وتجينا غاليه، 4500 سورتو التاجر تجيه غاليه، بصح انا دوكا 9500 نكذب عليك، احيانا نقول ما نشريش وما نخدمش. المواطن البسيط الذي يقصد هذه المحلات لتناول وجبات خفيفة بثمن يتوافق مع قدرته الشرائية هو الآخر تضرر من ارتفاع الأسعار. واش يدير ماشي غير البطاطا، زاد كلش، القهوه كانت 17000 ولا 22000، البيض 1500، دوك يتم الفريت اومليت، لو كنتي راح تاكلي فريت اومليت شو راح تاكلي كبده ولا راح تاكلي ماريني ولا تاكوس ولا الانسان كما قال شحال راه يصور وشحال يروح يفطر وشحال باش يمشي مثلا فواياج يكون في الكار يخسر ديك 20 30000 كي والو، وشحال يصور بالك 60000 70000 في النهار، يخلي نص سلاحه في الطريق باش ينجم يلحق باش يوكل ولادو. واش نقول لك؟ نقول ربي يعمل تاويل. ارتفاع سعر البطاطا لأزيد من 200 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد أخلط أوراق التجار ووضعهم في حيرة يدفع ثمنها أصحاب الدخل المحدود.